بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، الفرقة الثانية، شعبة الإدارة والمحاسبة، أطيب تحياتي لكم جميعا. معكم دكتورة أمال ضيف. محاضرة اليوم بإذن الله استكمال لموضوع ميزان المدفوعات. خدنا المحاضرة اللي فاتت ايه هو مفهوم ميزان المدفوعات. عرفنا ازاي بيتكون الهيكل اللي بيتكون منه ميزان المدفوعات. عرفنا ازاي بيتوازن ميزان المدفوعات، التوازن الحسابي والتوازن الاقتصادي. والنهاردة عايزين نكمل ايه هي انواع الخلل في ميزان المدفوعات. عايزين نعرف اسباب الخلل وإزاي نعالج الخلل في ميزان المدفوع. ناخد بالنا لأن كتير المحاضرة بتاعت النهاردة كتير مليانة أسئلة صح وغلط واختار، وناخد بالنا منها علشان الأسئلة بتاعت الامتحان. وطبعا عندكم في آخر الكتاب الأسئلة على الميزان مقالية، وأسئلة اختار وأسئلة صح وغلط. أتمنى أن يكون الدرس سهل وبسيط، وإن شاء الله تحلوا الأسئلة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتلاقوا فيها أي مشكلة. عندنا أنواع الخلل في ميزان المدفوعات. عندنا خلل عرضي عارض يعني، وعندنا خلل هيكلي، خلل موسمي، وخلل دوري، وخلل مزمن. يبقى هنا عندنا كام نوع؟ 5: اختلال عرضي، اختلال هيكلي، اختلال موسمي، اختلال دوري، واختلال مزمن. عايزين نعرف ايه هي انواع الاختلالات اللي بتحصل دي. عندنا الخلل كل نوع من ده، عايزين نعرف ايه هي ملابساته ايه هي ظروفه. عندنا الخلل العرضي اللي هو اول واحد في انواع الخلل، اللي هو الراندوم ديسكواليبريم. ده نوعه ايه؟ عرضي. يعني ايه عرضي؟ يعني بيحدث لظروف طارئة بتصيب الاقتصاد بصفة مؤقتة، وده بيحدث خلال سنة وما بيتكررش في السنة اللي وراها. يبقى الخلل العرضي، عشان لما يجي سؤال صح وغلط ناخد بالنا، هو خلل بينشأ لحدوث ظروف طارئة عرضة بتحصل في وقت قصير جدا، حوالي خلال السنة يعني، وما بيتكررش مرة تانية. ايه سببه؟ ايه السبب ده بتاع الخلل العرضي؟ بيحدث الخلل العرضي لعجز في الميزان المدفوعات بسبب انخفاض الصادرات مثلا. محصول القطن ده محصول مهم جدا، وفجأة نلاقي ان جت الافات الزراعية كلت المحصول السنة دي، فانخفضت الصادرات بتاعتنا. مش كل سنة الدودة بتاعت القطن هتاكل المحصول، فهو بيبقى ايه؟ حدث عرضي. ظروف كده اضطرارية او طيب، حدوث اضطرابات عمالية في بعض الانشطة في الاقتصاد القومي، ممكن قوي يحصل اضطرابات عمالية. العمال يقوموا بمظاهرة، يعملوا اضراب، يعملوا اي حدث، فيقوم ايه؟ يحصل عجز في الميزان، عرضي، خلل طارئ في الميزان، لان الاضطرابات العمالية مش هتتكرر على طول. إذن الخلل العرضي ده خلل بيحدث مؤقت، فترة مؤقتة، وبيزول وبينتهي ولا يتكرر مرة أخرى. ناخد بالنا، لا يتكرر مرة أخرى، خد بالك. وده بيحدث إيه؟ على سبيل المثال، لما لو فرضنا إن جت دودة القطن مثلا أكلت المحصول السنة دي، فكان حاجة عرضة مش هتتكرر مرة تاني. ناخد بالنا علشان خاطر الأسئلة الصح وغلط ما نختلف في الإجابات بتاعتها. ممكن الخلل العارض ده يحصل كمان زلازل، يحصل فيضانات، يحصل مثلا تغيرات في أذواق المستهلكين، يحصل تغيرات في أسعار الفايدة العالمية فتأثر. دي أسباب الخلل العارض. أسباب الخلل العارض ما نختلف عليها، معروفة
وواضحة، وعرفنا إن الخلل العارض ده بيحصل لفترة مؤقتة لظروف طارئة. ظروف طارئة يعني بتحصل مرة ما بتتكررش مرة تانية. ناخد بالنا من الكلام ده، العجز أو الخلل العارض. ما ننساش إن ميزان المدفوعات الخلل فيه عجز وفائض، خد بالك، عجز وفائض، يعني ممكن العجز يبقى فيه خلل، ممكن الفائض برضو يكون ايه، خلل، خد بالك، يعني مش بس عجز بس وفائض بس، لا، خلل بيكون عجز وفائض. العجز الهيكلي اللي هو structure disequilibrium، structure disequilibrium اسمه خلل هيكلي بيجي في البنيان الاقتصادي، الاقتصاد القومي. الخلل الهيكلي ده بيستمر لعدد من السنوات، بيستمر لعدد من السنوات. اذا عندي العجز اللي هو عارض ده مرة وبينتهي، ومجرد ما بينتهي السبب بتاعه خلص. انما الهيكلي ده بيستمر لعدد من السنوات، بيبقى الوضع الاقتصادي فيه مشكلة كبيرة بيصيب هيكل الاقتصاد. مثال مثلا التقدم التكنولوجي، بيحصل تقدم تكنولوجي، احنا عارفين الدول النامية عموما بتصدر ايه، المواد الخام. طيب لو فرضنا ان المادة الخام دي اكتشفوا بديل ليها، فده بيأثر على الصادرات، يقوم الصادرات تقل، يقوم يحصل خلل هيكلي في ميزان المدفوعات. في نفس الوقت الواردات بتاعتك بتزيد لأنك على طول بتستورد. إذن هنا الخلل أو العجز الهيكلي ده بيعتبر من أخطر أنواع الاختلالات اللي بتصيب الاقتصاد القومي، بيستمر لعدد من السنوات. ولو فرضنا مثلا على سبيل المثال القطن ده بيعتمدوا عليه في التصدير، البترول بيعتمدوا عليه، لو فرضنا ان هم اكتشفوا مواد بديلة بدل القطن، اذا هيتجهوا للالياف الصناعية كبديل للقطن ويسيبوا القطن. طيب طب ما القطن ده منتج وبيعتمدوا عليه في التصدير، وهو المنتج بتاعنا اللي حيلتنا اللي عمالين نعتمد عليه عشان يجيب لنا عملة أجنبية، وبنعتمد عليه في حجم الصادرات بتاعتنا، وفجأة لقوا ان هم طلعوا منتج بديل للي هي الألياف الصناعية، وبالتالي هيأثر علينا تأثير سلبي في ميزان المدفوع. ده اللي هو العجز ايه الهيكلي. اختلال موسمي، اختلال موسمي اللي هو seasonal disequilibrium اللي هو بيحدث بسبب التقلبات في إنتاج بعض المحاصيل الموسمية في موسم معين، يعني ما بيحصلش في السنة كلها، ويمكن إن هو يتكرر سنويا. ليه؟ إن ممكن أوي المحصول يصاب مثلا، يحصل فيه حاجة، يحصل فيه خلل فيه، فيأثر على إيه؟ خلل موسمي. محصول في موسم الرز، محصول مثلا في موسم في الصيف، محصول في الشتاء، دي الحاجات دي، المحصول ده ممكن يتعرض لأي إصابات فيأثر على إيه، اسمه خلل موسمي، بيحدث إيه بسبب التقلبات في إنتاج بعض المحاصيل في موسم معين، ما بيحدث في السنة كلها لكن ممكن أو يتكرر. إذن الخلل الموسمي يتكرر، ممكن أو يتكرر سنويا. الخلل الهيكلي بيحدث عدة سنوات، الخلل العارض لا يمكن أن يحدث مرة تانية. ناخد بالنا من أنواع الاختلالات، ناخد بالنا من أنواع الاختلالات. طيب يبقى احنا عرفنا الخلل الموسمي، عرفنا الخلل الهيكلي، وعرفنا الخلل العارض. في الخلل الدولي، ايه هو الخلل الدولي؟ الخلل الدوري اللي هو جاي من كلمة دوران، دورة، بيحصل على طول، بيحدث نتيجة للتقلبات في الدورات التجارية. ايه الدورات التجارية؟ فاكرين التقلبات الاقتصادية لما قلنا الاقتصاد بيتعرض لدورات وتقلبات، مرة رخاء، مرة كساد، تضخم، يعني في تقلبات على طول بيتعرض لها الاقتصاد القومي. هنا بيحصل خلل
في ميزان المدفوعات، خلل في ميزان المدفوعات. انا يهمني ان انت تعرف المفهوم بتاع الخلل بيحصل ازاي وامتى واسبابه بس وخلاص. اذا الخلل الدوري بيحدث نتيجة للتقلبات في الدورات التجارية والاقتصادية، لما بيحصل موجة من التقلبات في الاقتصاد القومي، مرة رخاء مرة كساد مرة رواج مرة ركود وهكذا. فهنا ناخد بالنا التقلبات دي ممكن بتنتقل من دولة لأخرى، ولا تحدث وقت واحد في مختلف الدول، ولا تكون بنفس الدرجة، يعني كل دولة بتختلف من الدولة الأخرى. الوقت اللي بيحدث عند الدولة دي مش هو الوقت اللي بيحدث في الدولة دي، وده بيرجع لاختلاف طبيعة الهياكل الاقتصادية من دولة لأخرى، وبيرجع لاختلاف مرونة الصادرات والواردات لما بيحصل فيه تغيرات في الدخل، تغيرات في الأسمان، التغيرات في فترة التقلبات دي كلها بتكون سبب من أسباب الاختلال الدوري. إذا الاختلال الدوري بيحدث نتيجة للتقلبات في الدورات التجارية والاقتصادية اللي بيتعرض لها الاقتصاد في فترات الرواج وفترات الكساد. الخلل الخامس اللي هو الاختلال المزمن، اللي هو secular disequilibrium. يعني ايه خلل مزمن؟ مزمن بقى هو ده اللي الدول النامية كلها بتعاني منه، خلل بيظهر في الميزان التجاري خلال انتقال الاقتصاد من مرحلة التخلف الى مرحلة التنمية. ازاي الكلام ده بيحصل؟ الدول النامية على طول في فترة التخلف بتحاول انها تعمل تنمية اقتصادية، بتحاول انها ترقى بالنشاط الصناعي عندها، بتبقى محتاجة لرؤوس اموال، محتاجة انها تستورد مستلزمات العملية الانتاجية، محتاجة انها تستورد الات ومعدات. طبعا كل ده بيبقى محتاج نقد اجنبي ومحتاج رؤوس اموال. طيب هي لسه ما عندهاش صادرات، لسه ما بدأتش، هي لسه في طور التكوين، بتعمل تنمية اقتصادية. إذن في الحالة دي الخلل هنا اللي بيحصل اسمه إيه؟ اسمه خلل مزمن. خلل مزمن بيظهر فين؟ في الميزان التجاري. طب اشمعنى الميزان التجاري؟ لأن احنا عرفنا قبل كده إن في ميزان المدفوعات اللي هو حساب العمليات الجارية، اللي هو فيه إيه؟ اللي هو حساب التجارة المنظورة والتجارة غير المنظورة، ومنهم التجارة المنظورة اللي هو الميزان التجاري اللي فيه حركة الصادرات والواردات. فبنلاقي الدول في الوقت ده بيكون الواردات عندها اكتر من ايه؟ اكتر من الصادرات بتاعتها. عشان كده بنقول ايه؟ خلل مزمن. اذا احنا دلوقتي عندنا انواع الخلل في ميزان المدفوعات، عندنا الخلل العارض، الخلل الهيكلي، الخلل الموسمي، الخلل الدوري، الخلل ايه؟ المزمن. وعرفنا كل واحد فيهم بيتكون من ايه وازاي، والظروف والملابسات اللي بتحصل في تكوين هذا ايه هذا العكس. طيب عرفنا الخلل المزمن، ها، وعرفنا ايه هي الانواع بتاعت الخلل المزمن. طب احنا عايزين نعرف ايه هي اسباب، عايزين نعرف اسباب الخلل في ميزان المدفوعات. عايزين نعرف ايه هي اسباب الخلل في ميزان المدفوعات. احنا عرفنا انواع الخلل. اسباب الخلل في ميزان المدفوعات، بيعاني الخلل او الخلل في ميزان المدفوعات بيعاني منه الدول النامية بسبب ايه بقى؟ بسبب تدهور نسب التبادل التجاري، اقدام الدول النامية على تحقيق برامج التنمية الاقتصادية، التغير في ظروف الطلب والعرض. ناخد بالنا اسباب الخلل في ميزان المدفوعات، تدهور معدلات التبادل التجاري. ناخد بالنا تدهور معدلات التبادل التجاري. يعني ايه تدهور معدلات التبادل التجاري؟ فاكرين لما كنا بنيجي نحسبه بنقول الصادرات على الواردات، هنا بنلاقي ايه؟ ارتفاع اسعار الواردات وانخفاض اسعار الصادرات، فبيبقى فيه هنا ايه؟ تدهور في معدلات التبادل التجاري بين الدول. لجوء الدول النامية انها تحقق برامج تنمية اقتصادية واجتماعية، فبيزيد الطلب بتاعها على الواردات من مستلزمات العملية الانتاجية، من السلع
اللي هي الوسيطة اللي هي بتدخل في المنتجات عشان يصبح منتج نهائي، على الآلات والمعدات، كل دي بتحتاجها عشان تقدر تعمل تنمية اقتصادية. التغيرات في ظروف الطلب والعرض، التغيرات في ظروف الطلب والعرض. الركود الاقتصادي في الدول الصناعية، طبعا ما بيحصل ركود في الدول الصناعية بيتأثر بيها الدول النامية، لأن الدول النامية هي بتصدر لها. لما يحصل ركود في السوق الدول الصناعية عندها، يبقى بالتالي هيقل الطلب على إيه؟ على صادرات الدول النامية. يبقى ده سبب برضو من أسباب الخلل في ميزان المدفوعات عند هذه الدول. كمان الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك، ده برضو ليه دور كبير جدا في زيادة إيه؟ في زيادة الطلب. إذن هنا الزيادة السكانية لها دور كبير جدا في الطلب على السلع، وبالتالي زيادة إيه؟ زيادة الاستهلاك. إذن هنا من أهم أسباب الخلل في ميزان المدفوعات هنا هو الركود الاقتصادي في الركود الاقتصادي في الدول الصناعية. طيب الركود الاقتصادي، تدهور معدلات، تدهور معدلات التبادل التجاري، وعرفنا تدهور معدلات التدهور في التبادل التجاري بين الدول النامية والدول الصناعية، ده بيكون سبب من أسباب القلق. الزيادة السكانية وزيادة الطلب على السلع، ده برضو بيكون سبب من أسباب الخلل في ميزان التجاري، لأن احنا بنستهلك وبالتالي بنستورد أكتر ما بنصدر. كمان تزايد النزعة الحمائية للدول المتقدمة، تزايد النزعة الحمائية للدول المتقدمة أمام وارداتها. النزعة الحمائية الدول المتقدمة بتعمل إيه؟ حماية لصناعتها قدام واردات الدول التانية، فده بيأثر على إيه؟ بيأثر على العجز والخلل في ميزان المدفوعات. إذن هنا لو إحنا كده رجعنا وبصينا لأسباب الخلل في ميزان المدفوعات، بنلاقي إن الدول النامية بتعاني منه كتير جدا بسبب تدهور معدلات التبادل التجاري، بسبب حاجتها للواردات إنها تعمل برامج تنمية اقتصادية، التغير في ظروف الطلب والعرض. ما ننساش ان الركود الاقتصادي في الدول الصناعيه بيأثر على صادرات الدول الناميه فبيعمل خلل في ميزان المدفوعات. الزياده السكانيه وزياده الطلب على السلع بيخلي فيه زياده في الواردات فبيأثر على الخلل في ميزان المدفوعات. النزعه الحمائيه اللي بتفرضها الدول المتقدمه قدام الواردات، عشان كده بيحصل فيه خلل في ميزان المدفوعات. ناخد بالنا من أسباب الخلل، يبقى نعرف إيه هي أنواع الخلل. عرفنا أنواع الخلل: خلل عارض، خلل مزمن، خلل هيكلي، خلل دوري، خلل موسمي، ما ننساش. وعرفنا إيه هي أسباب الخلل بسبب الزيادة السكانية وزيادة الطلب، حاجة الدول لأنها تعمل تنمية اقتصادية، الركود في الدول الصناعية، تدهور معدلات التبادل التجاري. ركز على أكتر من نوع أو أكتر سبب من أسباب الخلل، يعني أنا ما بقولك اعرفهم كلهم، ركز على المهمين تقدر تعرف. يبقى احنا عرفنا ايه هي أسباب الخلل، وعرفنا ايه هي أنواع الخلل. ناخد بالنا عشان الأسئلة الصح وغلط، ناخد بالنا من أسئلة الصح وغلط وعرفنا. طب ندخل بعد كده ايه؟ ندخل بعد كده على ايه هي طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات. طرق معالجة الخلل في ميزان المدفوعات، في طريقتين لتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات، في طريقتين لتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات. التصحيح عن طريق آلية السوق، والتصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة. يبقى احنا عندنا ايه؟ طريقتين لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات. الطريقة الاولى التصحيح عن طريق آلية السوق. الطريقة الثانية التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة.
تمام. طيب دول طريقتين، عايزين نمسك طريقة طريقة ونعرف. الطريقة الأولى التصحيح عن طريق آلية السوق. الطريقة الأولى التصحيح عن طريق آلية السوق. الطريقة دي بتاخد 3 أشكال: التصحيح عن طريق آلية الأسعار، التصحيح عن طريق سعر الصرف، التصحيح عن طريق تدخل الدولة. يبقى التصحيح عن طريق آلية السوق بياخد 3 أشكال: التصحيح عن طريق آلية الأسعار، التصحيح عن طريق سعر الصرف، التصحيح عن طريق تدخل الدولة. 3 أشكال من التصحيح عن طريق آلية السوق. نمسك واحدة واحدة. هناخد أول حاجة التصحيح عن طريق آلية الأسعار. ناخد بالنا كويس كل طريقة إزاي بتصحح الخلل في ميزان المدفوعات. التصحيح عن طريق آلية الأسعار، التصحيح ده ساد خلال فترة الذهب، قاعدة الذهب، خلال التعامل بقاعدة الذهب. فاكرين لما كنا بنتكلم عن أسعار الصرف وأنواع وأشكال الصرف الأجنبي، وقلنا ان قاعدة الذهب لما كانت سائدة كانت العملات الأجنبية بتكون تساوي معدل لها من الذهب لما كانت قابلة للتحويل إلى ذهب. طبعا قاعدة الذهب دي عشان يحصل في تصحيح من خلال هذه الآلية كان لازم يتوافر 3 شروط. ايه هي الـ3 شروط؟ ثبات أسعار الصرف. ثبات أسعار الصرف يعني العملة اللي هي مقومة بالذهب سعرها ثابت، مقومة بحد معين من أو بمقدار محدد من الذهب، وده عرفناه وإحنا بنناقش أسعار الصرف. طيب استخدام الكامل لعناصر الإنتاج، مرونة الأسعار والأجور. مرونة الأسعار والأجور. يبقى هنا التصحيح عن طريق آلية الأسعار علشان تكون مظبوطة وعشان تكون صحيحة، اللي هو اللي سادت في ظل قاعدة الذهب، ثبات أسعار الصرف، الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج. الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج، مرونة الأسعار. طيب يبقى التصحيح عن طريق آلية الأسعار في حالتين لميزان المدفوعات. التصحيح عن طريق آلية الأسعار بيوجد حالتين أهم لميزان المدفوعات. طيب الحالتين دول في ميزان المدفوعات حالة فائض وحالة العجز. حالة الفائض وحالة العجز، خد بالك عشان ما تتوهش مني. يبقى أنا عندي هنا في علاج آلية الأسعار اللي هو في ظل قاعدة الذهب، عندنا حالتين: حالة الفائض في الميزان ازاي بيتعالج، وحالة العجز. احنا قلنا الفائض والعجز الاتنين بيعتبروا خلل في الميزان. طيب حالة الفائض في الميزان يعني دخول كميات كبيرة من الذهب الى البلد. فائض في الميزان يعني في ذهب كتير دخل البلد، ها بيعمل ايه ده؟ زيادة في عرض النقود. طيب الزيادة في عرض النقود بينجم عنه ايه؟ ارتفاع في الاسعار، خد بالك. بيترتب على ده نتيجتين. اذا هنا في حالة فائض في الميزان معنى كده ان في زيادة في كمية الذهب اللي دخلت، وبالتالي زيادة في عرض النقود. ده ترتب عليه ايه؟ انخفاض صادرات البلد الى الخارج لارتفاع الاسعار، شايفين؟ وارتفاع في واردات الدولة من الخارج. في الحالة دي بيدخل البنك المركزي يخفض سعر الفايدة على القروض الممنوعة نظرا لارتفاع السيولة المحلية، فيؤدي هذا إلى إلى تدفق الأموال من الداخل إلى الخارج والتخلص من الفائض وإعادة التوازن في الميزان مرة أخرى. تمام؟ نقول تاني الكلام ده. اذا في حالة حدوث فائض في الميزان، اعتبرها كده حدوتة، في حالة وجود فائض في الميزان معنى كده ان في اموال كتيرة دخلت الدولة،
دخول كميات كبيرة من الذهب زود عرض كمية النقود. طيب لما زود عرض كمية النقود ترتب على ذلك حالتين: انخفاض صادرات البلد للخارج، الصادرات قلت وزادت الواردات، الصادرات قلت وزادت الواردات، تمام كده؟ طيب في الحالة دي البنك المركزي بيجي يخفض سعر الفايدة على القروض عشان ايه؟ عشان يزود نسبة السيولة المحلية، فيؤدي إلى تدفق الأموال إلى الداخل ويتخلص من الفائض في الميزان، وبالتالي يتحقق توازن في الميزان مرة أخرى. ده في حالة ايه؟ حدوث الفائض في ميزان المدفع. فائض يعني فلوس كتيرة دخلت، أم كميات كبيرة من الذهب، ترتب على ذلك نتيجتين: انخفاض صادرات البلد إلى الخارج نظرا لارتفاع أسعارها، وارتفاع في واردات الدولة من الخارج نظرا لملائمة أسعار السلع الأجنبية من وجهة نظر مواطن. طيب في الحالة دي البنك المركزي بيتدخل بيخفض سعر الفايدة على القروض عشان يرفع من السيولة المحلية، وبالتالي طبعا السيولة لما تزيد يحصل فيه تدفق في الأموال من الداخل إلى الخارج، فيحصل يتخلص من الفائض ويرجع التوازن لميزان المدفع. دي حالة حدوث ايه؟ حالة حدوث فائض في الميزان. طيب عرفنا حالة حدوث فائض في الميزان وحالة حدوث العجز، نروح بقى لحالة ايه؟ حدوث عجز. عرفنا حالة الفائض، نروح لحالة العجز. العكس تماما، حالة عجز الميزان بتكون عكسية، بيرجع ايه؟ يقود تاني، يرجع ميزان المدفوعات يرجع للتوازن مرة اخرى. ليه؟ للتغير في اسعار الفايدة، ده بيؤدي الى ايه؟ تحديد إعادة التوازن في ميزان المدفوعات. لما حصل فيه فائض كان إيه؟ خفض سعر الفايدة، هنا بنلعب في سعر الفايدة، يقوم نعمل إيه؟ نرفع سعر الفايدة، يقوم يعاد التوازن مرة تانية. في الحالة دي بيقوم البنك المركزي برفع سعر الفايدة عشان يجذب الأموال الأجنبية إلى إيه؟ الداخل. هناك عشان يتخلص من الفائض كان بيخفض سعر إيه؟ الفايدة، انما هنا بيرفع سعر ايه؟ الفايدة. اذا في حالة استخدام اسعار في علاج الفائض البنك المركزي بيدخل ايه؟ يخفض سعر الفايدة. طيب في حالة العجز بيدخل البنك المركزي عشان ايه؟ عشان يرفع سعر الفايدة. ناخد بنا حالة العجز في الميزان. طيب يبقى احنا عرفنا في حالة التصحيح عن طريق الاسعار بيدخل البنك المركزي في حالة العجز يعمل ايه؟ يرفع سعر الفايدة، وفي حالة الفائض بيخفض سعر الفايدة، ما ننساش دي. طيب في حالة تانية بقى، الطريقة التانية اللي هي احنا قلنا ثلاث طرق: طريقة استخدام الاسعار لتصحيح الخلل، الطريقة التانية استخدام اسعار الصرف، الطريقة التانية التدخل في السلطات العامة. احنا في الطريقة التانية دلوقتي اللي هي التصحيح عن طريق اسعار الصرف. فاكرين لما كنا بناخد اسعار الصرف وسياسة تخفيض سعر الصرف في ادوات السياسة التجارية؟ فاكرين الكلام ده لما قلنا ان سياسة تخفيض سعر الصرف ميزان صندوق النقد الدولي من سياساته في الاصحاح الخلل في ميزان المدفوعات عشان برامج الاصلاح الاقتصادي اللي بيفرضها على الدول اللي هي بتطلب مساعدات من صندوق النقد الدولي، يقول لها خفضي سعر الايه؟ العملة. طب ليه؟ لان لما تخفض سعر العملة الصادرات بتاعتها سعرها هيقل، فيقوم يزيد الطلب ايه؟ عليها، تقوم الصادرات تزيد، في نفس الوقت اسعار الواردات هتزيد، يقوم يقل ايه؟ الطلب على الواردات، يقوم يحصل التوازن في ايه؟ في ميزان المدفوعات. خدنا بالنا؟ هي دي نفس الحكاية، التصحيح عن طريق أسعار الصرف. أي بلد بيعاني من خلل في ميزان المدفوعات يقوم يخفض سعر العملة، يحصل نفس الحكاية دي.
ما يعني نفس الكلام اللي اتكلمناه في أدوات السياسة التجارية لما خدنا سياسة تخفيض سعر الصرف. دي التصحيح في الخلل في ميزان المدفوعات عن طريق أسعار الصرف. إيه اللي بيحصل؟ تخفيض سعر العملة، يقوم يزيد الطلب على صادرات الدولة اللي خفضت عملتها، يقوم في نفس الوقت أسعار السلع بتاعتها بتبقى منخفضة، يزيد عليها الطلب. في نفس الوقت أسعار الواردات بتكون مرتفعة لأن العملة بتاعتها منخفضة، فيقوم يقل الطلب على الواردات وتزيد الصادرات، يقوم يصحح الخلل في ميزان المدفوع. ناخد بالنا. طيب في حالة وجود فائض في الميزان بيحدث العكس، ترفع سعر ايه؟ العملة. دايما الفائض عكس تماما العكس في الميزان. دي التصحيح عن طريق الخلل، طريق التصحيح عن طريق أسعار الصرف، عن طريق أسعار الصرف. طيب نروح بقى للطريقة الثالثة، دي التصحيح عن طريق تدخل الدولة. هنا في الطريقة دي عشان نصحح الوضع في ميزان المدفوعات، زي ما قلنا في قاعدة الذهب، ثبات أسعار الصرف وجمود الأسعار والكلام ده، لا احنا كل اللي يهمنا بقى هنا ان يكون فيه ايه، ازاي بنصحح الخلل في الميزان، ازاي بنصحح الخلل في الميزان. الخلل اللي حاصل في الميزان بيحصل فيه تغير في مستوى الاستخدام والإنتاج للبلد، ها، تحت تأثير مضاعف التجارة. بيسجل ميزان المدفوعات فائض من جراء التزايد في الصادرات، وبالتالي بيرتفع مستوى الاستخدام في الصادرات الصناعية فيواجهها زيادة في معدل الأجور وبالتالي الدخول، وبيترتب على زيادة الدخول زيادة في الطلب، وزيادة في الطلب على السلع بنسبة أكبر نتيجة العمل المضاف، فيرتفع الاستيراد، يؤدي إلى عودة الميزان مرة تانية إلى إيه؟ التوازن. ويحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان. يبقى هنا التصحيح هنا عن طريق الطريقة الثالثة اللي هي التصحيح عن طريق تدخل الدولة، بتحصل إزاي؟ بيحصل عن طريق مضاعف التجارة الخارجية. إن لما بيكون في فائض في الميزان نتيجة لزيادة في حجم الصادرات، فبيرتفع هنا مستوى الطلب على السلع، وبالتالي نتيجة لزيادة الصادرات الصناعية فبيزيد معدل الأجور، وما بيزيد معدل الأجور الدخل بيزيد، لما الدخل بيزيد بيزيد الطلب على السلع، وما يزيد الطلب على السلع يقوم يرتفع الاستيراد عشان نكفي الطلب المتزايد، يقوم يرجع ايه الميزان للتوازن مرة تانية. ده في حالة ايه الفائض، انما العكس في حالة العجز في الميزان. ناخد بالنا من الطرق التصحيح في ميزان المدفوع. كتير من الاقتصاديين كانوا بيتكلموا على حكاية الخلل، ازاي نعالج الخلل. كينز قال ان السياسة المالية ليها دور فعال، البعض قال السياسة النقدية ليها دور فعال. بصراحة كده ان لا السياسة المالية لوحدها ولا السياسة النقدية لوحدها، إنما الاتنين مع بعض بيصححوا الخلل في ميزان المدفوعات. الاتنين مع بعض، السياسة المالية، فاكرين واحنا خدنا أدوات السياسة المالية اللي هي الضرائب والنفقات، وعرفنا في حالة التضخم، فاكرين لما خدنا المسائل وازاي عرفنا السياسة المالية ودورها في علاج الاختلالات لما يبقى فيه تضخم أو يبقى فيه كساد أو يبقى فيه ركود، فاكرين ازاي كنا بنعالج لما كنا بنستخدم زيادة الانفاق، او بنستخدم ازاي نزود الضرائب او نخفض الضرائب في ادوات السياسة المالية، وفاكرين كمان السياسة النقدية وادواتها سعر الفايدة وسعر الخصم وسعر الصرف، فاكرين الكلام ده، والاحتياطي وعمليات السوق المفتوحة. هم دول السياسة المالية والسياسة النقدية، الاتنين مشتركين في علاج الخلل في ميزان المدفوعات.
مهم جدا جدا ان احنا نعرف ان ادوات السياسة النقدية سعر الفايدة، نخفض عرض النقود، عشان نخفض عرض النقود نرفع سعر الفايدة، عايزين نزود عرض النقود نقلل سعر ايه الفايدة. لما نخفض سعر الفايدة يبقى هيعمل فيه طلب زيادة في الاستثمار، هيشجع على تدفق رؤوس الأموال داخل ايه الدولة، وبالتالي يتحسن الوضع في ميزان المدفوعات. تمام. كذلك نستخدم أدوات السياسة المالية لمعالجة ايه الخلل في ميزان المدفوعات، عندنا تضخم او عندنا كساد، نعمل ايه؟ نستخدم ايه؟ نزود، نقلل حجم الإنفاق، ناخد بالنا، نزود الضرائب، نرفع سعر الضرائب. دي كلها أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية، إزاي نستخدمهم لعلاج خلل في ميزان المدفوع. خدنا الكلام ده قبل كده في إزاي استخدام السياسة المالية في علاج اختلالات في الاقتصاد في حالة الرواج وحالة الكساد، وخدنا أدوات السياسة النقدية اللي هي سعر الفايدة، سعر الخصم، عمليات السوق المفتوح، الاحتياط، إزاي بنعالج أي خلل سواء في فترة الركود أو في فترة الرواج، لما يبقى فيه تضخم أو يبقى فيه كساد، إزاي بنستخدم الأدوات دي. خدناها طبعا بشيء من التفصيل وخدناها بتمارين واسعة. نفس العلاج هنا في حالة أما يكون في عجز في ميزان المدفوعات. طبعا السياسة المالية والسياسة النقدية بيلعبوا دور كبير جدا في علاج الخلل في ميزان المدفوعات. طيب التصحيح عن طريق نمرة 3 بقى، احنا خدنا آلية الأسعار وخدنا آلية سعر الصرف. التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة، طبعا هنا السلطات العامة بتبقى ممثلة في البنك ايه المركزي، اللي هي سلطات اللي قايمين على السلطات، سواء سلطة نقدية سياسة نقدية بيديرها مدير وزير المالية، او السلطة النقدية اللي بيديرها محافظ البنك المركزي، هما الاتنين مع بعض زي ما اتكلمنا قبل كده، دي سلطات عامة، هما بقى المسؤولين عن تصحيح الخلل في ميزان المدفوعات. نفس الكلام اجراءات بيتدخل البنك المركزي، يبيع اسهم وسندات، استخدام ادوات سياسه تجاريه في زي نظام الحصص، الرسوم الجمركيه، استخدام الذهب عشان يعالج خلل في الميزان. دي اجراءات بتتخذ داخل الاقتصاد الوطني، اما بيع اسهم، اما بيع عقارات، او استخدام نظام الحصص او الرسوم الجمركيه، كل دي أدوات سياسة تجارية بيستخدموها سلطة عامة. السلطات العامة الدولة هي اللي شايفة إزاي تعالج الخلل، إيه هو المخرج من مشكلة الخلل في ميزان إيه المدفوعات. يعني دي كلها تعتبر سياسات أو ممكن أوي بدل ما تستخدم حاجات محلية إنها تبيع مثلاً أسهم وسندات، تبيع عقارات، إنها تستخدم الذهب أو الاحتياطيات اللي عندها عشان تعالج خلل في ميزان المدفوعات، دي إجراءات بتاخدها الدولة من الداخل. تمام. في إجراءات تاخدها من الخارج، إنها إيه تقترض بقى من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، أو إنها تبيع جزء من الاحتياطي الذهب بتاعها في الخارج. دي كلها إيه إجراءات بتتخذها الدولة من خارج الاقتصاد القومي الوطني بتاعها. يبقى أنا عندنا هنا التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة عندي إجراءين، إما إجراء بتتخذه الدولة من داخل الاقتصاد القومي، أو إجراء بتتخذه الدولة من خارج الاقتصاد القومي. إزاي؟ الإجراء اللي بتتخذه من داخل الاقتصاد القومي إن هي بتبيع أسهم وسندات، تبيع عقارات للأجانب، تستخدم أحد أدوات السياسة التجارية اللي كلنا عارفينها، نظام الحصص، الرسوم الجمركية، الكلام ده، أو تستخدم الذهب والاحتياطات بتاعتها اللي عندها. دي إجراءات داخل الاقتصاد الوطني. طيب مو في إجراءات تانية من خارج الاقتصاد الوطني، إنها تلجأ للخارج بقى، إنها تقترض من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، أو إنها تبيع جزء من الاحتياط الذهبي بتاعها اللي موجود عندها في الخارج. دي تعتبر من الإجراءات اللي بتاخدها الدولة لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات.
الجزء ده بيتكلم على علاج خلل باتباع مجموعة من السياسات النقدية والمالية، واتكلمنا عليه قبل كده في السياسة المالية، تخفيض الإنفاق، زيادة الضرائب، أشجع الادخار. السياسات النقدية عرفناها، أسعار الفايدة اتكلمت عليها، أسعار الصرف، أسعار الخصم، عمليات السوق المفتوحة. دي سياسات بتتبعها الدولة لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات. ما ننساش طبعا إن السياسات دي مهمة جدا جدا للمسؤول عن السياسة المالية، الوزير المالية، المسؤول عن السياسة النقدية، المحافظ البنك المركزي. الاتنين مع بعض، السياستين مع بعض بيديروا العجز في ميزان المدفوعات. وقبل كده طبعا خدنا تمارين وعرفنا بالتفصيل السياسة المالية لوحدها لما بتعالج خلل في حالة الرواج وحالة الكساد، وعرفنا السياسة النقدية وأدواتها لما استخدمناها كمان بتمارين قبل كده بالتفصيل. متهيألي كده عرفنا في محاضرتنا دي إيه هي أسباب الخلل، عرفنا إيه هو أنواع الخلل، إزاي نعالج الخلل. طبعا عرفنا نسترجح كده مع بعض أنواع الخلل في ميزان المدفوعات: في خلل دوري، خلل موسمي، خلل مزمن، خلل هيكلي، خلل عارض، خلل 5 أنواع. وعرفنا أسباب كل واحد، مين اللي بيتكرر كل سنة، مين اللي ممكن يتكرر على طول، مين اللي بيتكررش غير مرة واحدة عارض وبينتهي. عرفنا إيه هي الأسباب بتاعت الخلل في ميزان المدفوعات، اللي هي السياسات الحمائية بتاخدها الدول المتقدمة تجاه صادرات الدول وواردات الدول النامية. وعرفنا تدهور معدلات التبادل التجاري. عرفنا من أسباب الخلل أيضا اللي هي حاجة الدول النامية إلى رؤوس الأموال والمعدات واستيرادها وحاجتها لأنها تعمل تنمية صناعية أو تعمل تنمية اقتصادية. دي كلها كانت من أسباب الخلل في ميزان المدفوعات. عرفنا علاج الخلل في ميزان المدفوعات ان هو اما بطريقة الاسعار، او وعرفنا ازاي في حالة العجز والفائض، وحالة الفائض عجز حالة عكس حالة العجز. عرفنا في حالة بطريق سعر الصرف، وعرفنا الحالة الثالثة حالة دخول الدولة او السلطات العامة. وعرفنا كمان في استخدام السياسة النقدية والسياسة المالية لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات. أتمنى أن يكون الدرس سهل وبسيط، وأتمنى أن يكون الأسئلة بالنسبة لكم اللي موجودة في الكتاب تحلها، المقالية والصح وغلط والاختياري. عندك أسئلة متنوعة في آخر الكتاب على كل فصل، إن شاء الله هتلاقيها سهلة. لو أنت قريت المحاضرة كويس جدا وقريت الكتاب مش هتلاقي فيها أي مشكلة. بشكركم أعزائي الطلبة والطالبات، وأتمنى لكم للجميع التوفيق والسداد، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى ودرس جديد من دروس الاقتصاد الدولي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.